الفنان العالمي لودفيغ دوتشيس. فنان استثنائي ومستشرق فرنسي من أصل نمساوي، برزت مهارته في نقل ملامح القاهرة كإثنوغرافي ضليع، استلهم منها لوحاته التي جسدت حضارة الشرق بشكل انعكس على أسلوبه الفني الدقيق، فصور عمارتها الإسلامية ووجوه أهلها ومهنهم الحرة وأزياءهم العربية، فاستحق العديد من الألقاب التي حظي بها، ومنها أسير القاهرة وملك التفاصيل وسيد الواقعية التوثيقية وعميد الاستشراق. ولد لودفيغ دوتش في فيينا في عام 1855 لعائلة يهودية مرموقة. كان والده ممولاً وأحد رجال البلاط الإمبراطوري النمساوي. درس في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا، ثم تتلمذ في المدرسة الفرنسية وتلقى الكثير من التقنيات في استوديو جان بول لورين في باريس، ثم حصل على الجنسية الفرنسية. وكانت أعماله المبكرة عبارة عن مواضيع تاريخية، ولكن بحلول أوائل عام 1880 أصبح مغرما بفكرة الاستشراق، وخصوصا بعد لوحاته عن القاهرة التي انتقل للعيش فيها، فنقلته إلى مصاف الفنانين المستشرقين العالميين، وحصل بفضل تميز لوحاتها على الميدالية الذهبية في معرض باريس الدولي في عام 1919. عندما انتقل عاشق الشرق لودفيغ دوتش للعيش في القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر، اتخذها معشوقة وملهمة واستغنى بها عن عوالم أخرى. فضمن أرشيف الاستشراق الفني نجد أسلوبه التوثيقي بصمة للتاريخ، حيث لقطاته الفنية التي دونت حياة المصريين وعاداتهم وخصائص العمارة الإسلامية التي ميزت هندسات بيوتهم ومساجدهم وقصورهم، بل وببساطة أزقتهم أيضاً، وكأنها عالم يتحرك. كل ذلك جعله في مصاف فنان العمراني والهندسة البارعين، وأصبح غزير الإنتاج
وأصبحت لوحته أكثر ضوءاً وإشراقاً. قدم لوفيغ دويتش مشاهد حية للعديد من مظاهر الحياة الإسلامية في القاهرة، سواء من لوحاته عن المصلي مفرداً أو المصلين جماعة. وحين يتم توثيق الطقوس الدينية التي تتطلب الخشوع، فإنه يقدم أيضاً المساجد وأشكالها الهندسية من الداخل. وحين يقوم بتوثيق لوحة المحمل الذي يمثل انطلاق موكب نقل كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة إلى مكة المكرمة في لوحة سير المحمل في القاهرة في عام 1909، فليس ذلك تركيزاً منه على مظاهر الإسلام فحسب، وإنما هو تسجيل لمظاهر البهجة التي تراها في أعين المتابعين للمحمل والذين يسيرون معه مسافات، كحدث هام في حياة المصريين المسلمين وطقساً من طقوسهم الدينية والدنيوية أيضاً. كما استوقفته في القاهرة بشكل خاص الوجوه، فهو مصور بارع للوجوه المصرية بشتى تلاوينها والأقرب ما تكون إلى الحقيقة. فواقعيته القصوى التي تنقل ملامح المصلين والفقراء والدراويش والنساء والمدخنين وغيرها، ومشاهد من حياة العامة مثل العلماء وبائع السحلب والموسيقيين وبائع الرصيف والفلاحين. كما تعتبر لوحته المعروفة بلوحة الكاتب التي رسمها في القاهرة في عام 1896 بمثابة لوحة مميزة، حيث يصور الكاتب جالساً في الشارع ليبرز كيف يرى المجتمع قيمة المعرفة والقراءة. وتعكس لوحة أخرى له بعنوان الباحث العديد من أنواع التصميم الشرقي والأثاث المنزلي والكتب المجلدة التي تحيط بالمكان الذي يجلس فيه الباحث، وتكشف دقة الفنان. فيكفي أن نتأمل الكرسي الأرابيسك الذي يجلس عليه الكاتب أو الباحث، والألوان المتعددة بدرجاتها المختلفة في اللوحة كي نلاحظ اهتمامه بأدق التفاصيل. نلمس أيضاً أن لوحة لاعب الشطرنج للودفيغ دويتش والتي تتصدر أعماله الفنية هي نقل أمين لعادات المصريين، حتى إنها تمثل تجارب شخصية للفنان نفسه ونقلاً لعاداته.
توفي لودفيغ دويتش في باريس في عام 1935، واستمرت أعماله الفنية إلى الآن كمناهج أساسية معتمدة في الأفلام أو في دراسات سوسيولوجيا الشعوب وتوثيق مراحل مهمة في تاريخ الشرق ومظاهر الحياة العربية بصرياً.